في هذا الفيديو غادي نشوفوا اغرب الاشهارات اللي فاتوا في القنوات الجزائريه. تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. انا رمناها صيفطوا ريفول ولا عطاها الضحك صح. من بعد الحلقه ديال اغرب اشهارات المغربيه فكرت انني ندير الجزء الثاني من اشهارات مغربيه حيت باقي شلا ما يدار فيهم. قشره تمشي ثقه تجي، هذا نشول درس ما كنتقشروش. اي هذه كلمه وافقوا عليها الناس وداروا لها اجتماع ودرسوها وفاليداوها، ولكن راه بصح راه ملي دوزوها لينا ما كنتقشروش. راه بصح ما كيمرقوش. في كل دار كاين اللي كيحماق على البن. في كل دار كاين جدة كتعرف تسوق الطيارة. راه كنبقى ساكت انايا ما كنقدرش. وكاين جد من صغرو هو كويري. بغيكون ناكل ما بغي حد يدوي معايا. تبارك الله على الشوميشة ديالنا. الله يهديك الحاج، راه ماشي شوميشة هادي، شوميشة راه ضربات غلق طال الاخر ومشات، هذيك راه غا وحدة كتشبه ليها. كنعترف غير بجودة كسكسو داري. قال لك خيرة كسكسو داري سناو مع إسرائيل. خوتي اليوم خبر محزن أخوتي. شناهو شناهو أشير؟ سناو معاهم قال لك باش يصدروا ليهم معجنات خاصهم معجنات حيت البزنازة قطعوا عليهم الحشيش. شنو بغيتي؟ بغينا بزنات. تبع هذاك خونا راه وغادي هذا البزنات. هادشي اللي خلى بونو يختار جيلات بلو 3. وبونو حتى فين هي الحياه بعدا بونو؟ بونو ولكن لافوت ماشي ديال بونو، ديال اللي جاب بونو باش تعطيك حسنة عن قرب. المنطقة الأولى دير مستسخي وير وي سيدي خليك معايا. اش اخبار داك الكونطابل؟ ما حافظتش دول الدرب، راني كنعاونو. انت في الخدمة قاتلك السالير والطوبيس نهار 2 الصباح وزادوك حطوا حداك خديجة الزغراتة عاطيها غير التبرقيق، اشنو خاصك كحل باش تخرج من هاد الأزمة؟ واخا سيدي انا نعاود نعيط لك. جا وقت فروت، وقت فروت، جا وقت فروت. والمسالة الخاوي اودي يلا بغيت نغطس في الجزء الثاني من اغرب الاشهارات المغربيه ونلقى الميساجات ديال خوتنا لي زالجيريان. كيعجبوني انا الضحايا فهمتيني، صيفط لي ميساجات كيقولوا لي عافاك دير لينا حتى حنا اغرب الاشهارات الجزائريه. يا الحقار يا رسخط الويدين. المهم اسيدي مشيت غطست في عالم ديال الاشهارات الجزائريه ويا ريتني لم افعل. منين غنبدا وكيفاش غنعاود؟ راه كميه الكرينج اللي كاينه في الحلقه هذه لا يتصورها مخيخ. كتعرفوا الاسبوع الثقافي اللي كيديروا الوليدات في الابتدائي ولا في الكوليج وكيكونوا في انشطه ومسرحيات. سيبو ديالي شرب الحليب ديالك وعلاش؟ هادوك المسرحيات ديال الوليدات الصغار هما تماما الاشهارات الجزائريه. صباح الخير يا اطفال. قبل ما ندخلوا في التفاصيل خاصكم تعرفوا بعدا باللي السوق ديال الاشهارات في الجزائر عامر فساد وتخلويط، هذه حاجه عاديه. كيفاش؟ ناخذوا كمثال غير الاشهارات اللي كدوز للجرائد الورقيه المجلات والصحف وداكشي ومفردقه فساد. عندك سيدي كاينين جرائد اسبوعيه يعني اللي كتخرج مره في الاسبوع، ولكن الا كان بزاف ديال الاشهار كتخرج اكثر من مره في الاسبوع على قبل الاشهار، لانه لقينا جرائد اسبوعيات تخرج ثلاث مرات في الاسبوع. كاين الجرائد سيدي الا كان الاشهار كتخرج الجريده والا ما كاينش ما كتخرجش الجريده. تخيل جريده تخرج اذا تحصلت على الاشهار تخرج واذا ما تحصلت ما تخرجش. كاينين جرائد كتعطى لها اشهار وطني يعني غيدوز في البلاد كامله، ولكن هذيك الجريده كتكون غير محليه كتنشر غير في مدينه واحده يعني كتوزع غير في منطقه واحده. جريده تحظى باشهار وطني وتوزع محليا. شكون عطى هذه الجرائد هذا الاشهار ومنين دبرت عليه؟ كيضربوا العقة ديال بصح بحال المافيا. مثلا النهار الصحافه الصحيفه الورقيه برك اكثر من 113 مليار. وخاد العقة كامله اللي كيضربوا من الاشهارات كتلقى مثلا غير موظفه صحفيه ما مديكلارياش وهي خدامه 10 سنين صحفيه في النهار تقول لي 10 سنين نخدم مانيش مديكلاريا. فاش الاشهار كيجي وخاصو يتوزع على الجرائد كيتعطى بواحد الطريقه عشوائيه واللي فيها المعرفه بطبيعه الحال، ونزيدك كيتعطى حتى الجرائد اللي ما كايناش اصلا. ويتعلق الامر باستفاده جرائد مجهريه واخرى لا وجود لها في الساحه الاعلاميه من حصص اشهاريه دون الوصول الى الهدف من الاشهار. كيف كان يوزع الإشهار الحكومي نتاع الوكالة الوطنية لنشر الإشهار؟ لا يوجد أي مقياس إلا مقياس الولاء، مد لفلان نحي لفلان أعطي لفلان هذا حبس له هذا كذا. تخيل معي هادو غير جرائد ومجلات وشابكينها فساد في الإشهارات. أما التلفازة بلا ما ندوي عليها لوجيكمون نورمالمون ما كايناش رقابة حتى على النوع ديال الإشهار غير صور بالتليفون ودفاه. تخيلوا معي إشهار مصور بالماتيريال ديالو بالممثلين ديالو بليزاكسيسوار ديالو بالبلاطو وزيد وزيد وكيتقام على مولاه غير بثلاثة ديال المليون سنتيم مغربية. الإشهار شوف في العالم صرف عليه 300 مليون دولار
هذه في العالم. في الجزائر 400,000 يجوز ان سبوت بيبليسيتي. قولوا بلي رانا في فوضى كبيره، فوضى الاشهار. الا قال الاشهار رخيص فالجوده بطبيعه الحال غادي تكون طايحه، حتى الافكار ديال الاشهارات في الجزائر مربعه، لانه اغلب الاشهارات ديالنا يعتمدوا على الاسلوب المباشر. قالوا دوماج نلقاو جوده الاشهار هابطه لدرجه كبيره ورديئه، نقدر نقول رديئه والفن الرداء نتاع نتاع الاشهارات. اوني ديغادي في لا بوبليسيتي، حتى النيفو هابط. عجبوك؟ ما شويه ضعف بارابور تاع الخارج. ما اكتشف لي بيبليسيتي في هذا رمضان. شوفهم والله الحاجه شابه تاع اوبي حليبي قهوه بونان كاع نتبعوهم. عمرك شفت كلمه تاع عطاك البوكس بيه. الاشهارات في الجزائر مقسمه على جوج، الفئه الاولى فيها بزاف ديال الاشهارات غير ديال القهوه، والفئه الثانيه فيها اشهارات غير ديال الدويات. كيصحاب لك اي دويات؟ لا بابا لا، كاين سيدي عندك الدواء ديال القمل، الدواء ديال القبط، الدواء ديال الحماله، وزيد وزيد. اوراق اواي جيبي جيبي لينا شي شريبه. الافكار عندهم ديما كتعاود. الاشهار كتلقاه يا اما عباره على خطوبه، يا اما ناس جالسه كتشطح وتغني بدون سبب، يا اما عباره على ناس جالسه في الصالون. مرحبا معشاره. والدراري الصغار حتى هما ما كيديروش بهم اشهارات غير ديال الدراري الصغار. لا، تقدر تلقى اشهار ديال الدجاج فيه دراري صغار. الخلاق اللي تيكون في العائله راه باين، راه هو الاب. يا ربي السلامه يا العافيه زرقاش. اما الدراري الصغار راه كيامنوا غير بالنوكات وداك التبرهيد. هذا دجاج بلاط. هذا مسمن بلاط، هذا الدجاج مسمينو بلاط. بلاط هذا دجاج تاع بلاط. التسميه هذه كتلقاها غير في خانشه ديال الكابسول ديال السيما. هذا جديد تاع بلاط، اطباق جاهزه للطهي. ودابا دابا هذا شكون سولو دابا؟ هذا باين دجاج محمر. هذا باين دجاج محمر. هذاك الحازق ديال الدار اللي كيبقى ناس وكيفاق حتى الغدا. ماما ماما انا نحب لي كويس. انا نحب نحتاج. انا كيعجبني صدر سخونة لازم منها طونة لها حسونة. دير عقلك الله يرضي عليك. شهيتونا دوقتونا شبعتونا زهيتونا. دير عقلك الله يرضي عليك. استنى لا ما غادي نكمل الحلقة هذه. زيروا معنا لي زالجيريان صاحبي، زيروا معنا. ما تقلقش في الاشهارات الجزائريه تقدر تلقى شنيوله كتكحب عادي. غادي نسولكم وحاولوا تقلعوا. هذاك الزير جالس بوحدو في القنت في وسط السدان، في نظركم غيكون اشهار ديالاش؟ المطلي المطلي بطاطا المطليه. اشهار ديال مبيد الحشرات. ولا اشهار ديال المسمن. هاد السيد حاب يتخلص من الناموس الدبان القرلو بالدرع. القرلو القرلو صديقي هو سراق الزيت صافي، لكن الحل موجود مع مبيد راحة. هما الشيشة عندهم في الصالون كيحطوه عادي بحال لاسبيراتور. هاد النوع هذا كيبقى زوفلي حتى كيشرف، وفي الاخر كتلقاه ميت تحت الطبلة. في الاشهارات ديال الجزائر تقدر تلقى تشجيع على الجريمة عادي. وي بنتي راني في لوبوس وحبي ديماري. قطرة صبيغة ما فيها شي وافير. هذا شايفور ديال الكار ما بغاش يديماري والناس كتسنى فيه. غادي يشكيو به المحطة، غادي يتصلوا بالبوليس، غيهبط شي واحد غيدوي معاه. على حساب الشوفه الباتوه هيا اليوم. واش نحبس القرايه على جالك؟ هضر على الحياه دير شي حل. هاتهدنوا هاتهدنوا هاتهدنوا. هو هذا الشاب من الزريعه غادي يعطي مثال للشباب والاطفال اللي كيتفرجوا فيه. الله عليك مش حكايه تاع درام. ابقى طحن يوستي. لا سي عبد الله غير ما فهمتيش الفكره، ما فهمتيش الفكره سي عبد الله. واخا سي عاود تسمع عليهم العربي، عاود تسمع عليهم. مع رايا قولوا دير رايك الاخر. هاد التصرفات هادي اللي تعمر الحباس. الله عمي التبيبي لما كيحشموش. واسمك؟ واسمني ميسا، وجيت نغني الغنية اللي حبوها كاع الناس. هذا اشهار ديال الزريعة، فيه كل شيء الا الزريعة. سمعينا. ندبري في مسرح ديال دار الشباب وطبلة ديال لاكو ديال شي صالون الحلاقة ودفع. الو
مدام البيس راح يديماري وولادك مازال ما جاوش. ولادي عندهم القبل وراني خايفه يعدو دراري الاخرين. حنا اخوتي لي زالجيريان اشهار ديال القمل ما كيدوش عندنا في التلفازه، كيدوز غير في السوق ديال الحد ولا السبت. طباشير ديال صناق الزيت، طباشير ديال الخوش. مدام استعملي ماري روز قمله ما تجوز. هيا رانا نسناو فيه. طوبيس كيوصل لوليدات المدرسه، يعني غيكون كيتسناهم لتحت قدام العماره. كيتسناهم في المدرسه يا جدك. وقيل مني بغاو يمشيو يكريو الطوبيس شرطوا عليهم انهم يحركوش من قدام المدرسه. ممكن ربي يحفظها لك ياسمينه. يسلمك مريم ويرزقك ان شاء الله. اصدقائي المتابعين غاو جدوا راسكم تبقاو تشوفوا في الحلقه هذه البرارد والصالونات. ربي يحفظها لك ياسمينه. يسلمك مريم ويرزقك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اشهار ديال الفياغرا دابا. يا بنتي ما ديريش في روحك هكذا، دراري في يد ربي. القشره ما كنتقشروش. اسكت انت، اسكت اسكت. نصحوني فيتوماكس. فيتوماكس 100% طبيعي وعاونني بزاف باش رفد. كتوريها البرودوي في الطابليت. واخا. وهذا فيتوماكس نشربو غير انا؟ لا لا، كاين فيتوماكس للنساء وفيتوماكس للرجال. قبل ما نجرب ادفيتام كنت نحس بالتعب والارهاق مع عائلتي. وانت يا الحاج راك تبان اون فورم. فقتيلي. رسالة رئيس الجزائر. ادفيتام جام. ادفيتام يقوي الاجسام. كرهنا من لاغريب والله كرهنا. خلاص خلا تامي. اوف يا ربي. يلا سيدي نعيطوا لطاطا باخيتا وطاطا غليظه باش نجمعوا في البارك دي جو ونكحبوا مجموعي نشاز. تنقول لك نشاز. ايا روحوا تلعبوا من بيتزا لبيتزا. شوفوا هادي تمرضي هي لي ولادها. هادي من عند الطالب ما تخرج. انا نقول لكم من كتفري شعرها وشعر ولادها. نشاز نشاز نشاز. لا بلاندي لا انتيبيوتيك لا طالب. انا رحمي روحي وعائلتي بالزنك تاع اسي فارما. عرفتي شحال ديال الامراض كاينه في هذا الفيديو هذا؟ كاينه امراض العنصريه، لي فام اللي مراض عندهم الدره والصحيحه مزعر شعرها. كاينه سيدي عاوتاني امراض تربويه، والدين جايبين ولادهم مراض لواحد البارك باش يعاديو الوليدات الاخرين. كاينه سيدي عاوتاني امراض اجتماعيه، دي فام مجموعين على النميمه في الناس ووليداتهم تيشوفوا. ديلي ذوقتني قوه وصحه وفيتامين. اشهارات ديال الحضانه، فحال الدري الصغار زعما هما اللي كيخرجوا يتقداو. واده مش ولا قنيه ولا قنفود. ها كاع ما مفهوم بحال اللوغو ديال. ها راك رايح؟ ايه رايح. واش كاين ثاني؟ ما تقوليش باش تبليكوش. كاش الاشهارات؟ اشهار شبعان ستريس، في ريحه المحاكم، في ريحه الطلاق. انا باش حنجاوب دابا؟ دابا باش حنجاوب اصاحبي؟ ايه ماذا بك تجيبي لي كوش؟ خلاص عشيه. اسمع واش قلت لي؟ لازم عليك تجيب لي هادو. هذا الرعب كامل على اشهار ديال الخروق. ويلي دابا حنا جايين بريك الخاوي. وشنو هذا؟ فقره. راحتي ديكوش كيف كيف؟ لا لا ماشي كيف كيف، على خاطر جارتي قالت. جارتي جات خلاص. ما خلاتش. راني نقول لك جيبي لي كوش راحتي. الراجل ماشي غا شعرو اللي شاب مع هاد المرأة، حتى حوايجو تا هما شابو بهاتو. الراجل ما خارجش يتقهوى، الراجل خارج يسكر. على خاطر وليدي كاع راحتو. أنا عاوتاني على المؤثرات. علاه كيف راحتي معاهم؟ ما عليكوش راحتي، رايحة نربح بزاف. مع راحتي راحة الطفل بين أيدي الأمهات. هادشي يا بطل غير البداية. المهم تال هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. قبل ما نكمل الفيديو بغي نقول لخوتنا الجزائريين غير ضحكين في هذه الفيديوهات، ومازال الا عجبكم هذا الفيديو نزيدو الجزء الثاني ونزيدو اغرب اشهارات مغربيه. حتى حنا عندنا اشهارات مكفسين رانا غير كيف كيف. الا عجبك الفيديو خلي لايك وقولنا الاراء ديالك في الكومنتير وتهلاو.